سمحت يا صديق ابغى ماك تشيكن سبايسي and cook it so good sir cook it so nicely feel my pain till I can't complain cause I'ma slide for a minute till I rise in the bitch make a billion show my niggas what up in this life middle fingers up I don't fuck with a 95 السلام عليكم معكم دايلر مقطع جديد خلونا نشوف اذا نقدر نوصل المقطع 200,000 لايك شباب اليوم ابغى اسوي شيء من زمان خاطري فيه من زمان كان ودي اجرب اني اسويه وعلى فكره هذا مو باعلان للمطعم اللي انا بروح له ولا المطاعم اللي انا بروح لها بس اتوقع هو مطعم واحد عفوا على الاعلان المجاني اللي قاعد يصير حاليا دايلر ايش فكره مقطع اليوم مقطع اليوم ابغى اروح الى كذا مطعم او يمكن مطعم واحد ماني عارف الى الان ما حددت واطلب لكن بطريقه الراب بدال ما اقول له عطني واحد بطاطس اعطيه الاوردر كامل باسلوب اغنيه ف ما اعرف المقطع هذا كيف بيكون بس خلوني احاول خلوني اطلع بشيء فمشينا لو سمحت يا صديق ابغى ماك تشيكن سبايسي and cook it so good sir cook it so nicely and please don't add no cheese just to let on my knees I'm loving it like Mickey D's بغيت واحد نقص yeah on the side الكولا ما ابغى كولا ابغى سبرايت ولا اقول لك كولا لايت لاني انا مسوي دايت واذا غلطت انت بالاوردر انا وانت هو الفايت صاحبي عمر يبغى يطلب بيج ماك اجلل على الاوردر انا هنا بستناك صدقني انا جوعان صدقني انا طفان فالحل الوحيد اني اجي لهذا المكان سبايسي ميك Hurry, I'm so busy. I'm trying to make a stack. Till basata, I turn my order into a track. Spicy McChicken and a Big Mac. Call up for the drinks, nuggets 9-pack. Hurry, I'm so busy. I'm trying to make a stack. Till basata, I turn my order into a track. You got that, sir? Then I get all this spicy, no lettuce, like mayonnaise, regular size drink cola. Big Mac, regular size drink cola. Yeah, for the nuggets, I want to know if it's spicy or normal. Spicy. وبس شباب هذا كان مقطع اليوم عارف قصير عارف ما سوينا شيء لكن صاير انا ابث على تويتش كل يوم اذا انت قاعد تشوف هذا المقطع وصلت لهذه النقطه ومو ضايفني على تويتش ولا عندك تويتش روح سوي لك حساب تويتش ضيفني على تويتش كل يوم نطهبل في الليل احنا والشباب الحين تقريبا وصلنا 40,000 مشترك على تويتش اما ينزل هذا المقطع يمكن واصلين 100 اوريدي المهم اول رابط في الديسكربشن التويتش حقي الكل يروح يشترك بكون جدا شاكر يا شاكر عموما اذا تبغون بارت 2 من هذا النوع من المقاطع وصلوا هذا المقطع 200,000 لايك وبس لا تنسوا تنشرونه في كل مكان كان مقطع جميل اتمنى ان انال على اعجابكم المهم احنا الحين بنروح نبث على تويتش نشوفكم بتويتش وهنا وصلنا نهايه مقطع اليوم لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والفيفرت شكرا عمر على التصوير حبيبي دوري بعد تحت في الديسكربشن ونقصر معي لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والفيفرت كان معكم دايلر عبد العزيز سلام انا اسف بس صدقيني مو مقصوده